اهلا بحضراتكم من جديد. طيب كلنا عارفين ان الفتره الاخيره كان في توقف بالنسبه لمشوار الدوري العام وتوقف للنشاط المحلي بسبب ان المنتخب كان عنده مباراه وديه مع منتخب بلجيكا في الكويت وانطلاق مباريات كاس العالم في 20 نوفمبر يعني قبل حوالي 8-9 ايام. طيب الجوله الخامسه للدوري العام وهنرجع بقى من تالي لمباريات الدوري والمباريات المحليه في عز مباريات كاس العالم بكره في 3 لقاءات ويوم الخميس 3 لقاءات والختام يوم الجمعه ايضا ب3 مباريات. في مباريات هتتلعب الساعه 3 الا ربع وفي مباريات هتتلعب الساعه 7. يوم الخميس الزمالك والمصري الساعه 7 ويوم الجمعه الاهلي وطلائع الجيش ايضا الساعه 7 في ختام مباريات الاسبوع الخامس. طيب مدى تركيزي على فكره الجوله الخامسه وايه اللي هيحصل فيها ليه؟ ما هي الجوله الخامسه زي الثالثه زي الرابعه كلها مباريات في الدوري، ولكن بحب اركز على التفاصيل. الفترة اللي فاتت كان في توقف للدوري. أكتر ناس ممكن تكون استفادت من التوقف هي لجنة الحكام. ده إذا كانت في لجنة. يعني ده إذا كانت في لجنة من الأساس. طيب رئيس اللجنة سافر بيحلل مباريات كأس العالم في إحدى القنوات الأوروبية وبالتالي أكيد مش متابع المباريات اللي اتلعبت الفترة اللي فاتت في الكأس ولا هيبقى مركز ويشوف استعداد الحكام عشان يعينهم في مباريات الدوري. ده ألف بي يعني الراجل موجود بره مصر مش في مصر. ده احنا اللي قاعدين في مصر تركزنا على كاس العالم واخد انتباهنا بنسبه كبيره جدا عن الشان المحلي بشكل كبير، ما بالك بقى اللي في المطبخ نفسه وقاعد بره مصر وبيحلل مباراه كاس عالم وهو اساسا راجل اوروبي يعني مش راجل مصري يقدر يبص حتى ويسال ويتكلم. لا هو بيتعامل مع واحد او اتنين بياخد منهم كل الداتا وما عندوش اي كواليس ولا اي تفاصيل. حتى مباراه الارجنتين والامارات اللي اتلعبت في الاجنده الدوليه تعيين الحكام كان بعيد عنه، يعني ماركو كليتنبرج اصلا ما يعرفش مين الحكام اللي تم اختيارهم لهذه المباراه وتم الاختيار من قبل احمد ابو العيلة مدير اللجنه دون الرجوع حتى لاعضاء لجنه الحكام. طيب مباراه الجوله الخامسه التعيينات تمت فيها ازاي؟ النهارده لما سالت اعرف مين الحكام اللي تم تعيينهم لان امبارح كانت اتعملت جلسه زوم ميتنج اونلاين ما بين مارك كلاتنبرج مع الحكام اللي اداروا مباريات الكاس والحكام كمان اللي هيديروا مباريات الجوله الخامسه. عرفت ان تم اختيار امين عمر وعمرو الشناوي لمباراه الزمالك والمصري وتم اختيار محمد عادل ووائل فرحان لمباراه الاهلي وطلائع الجيش. امين عمر حكم ساحه، عمرو الشناوي حكم تقنيه الفي ار، ومباراه الاهلي والجيش محمد عادل حكم دولي مميز وحكم محترم بصراحه هيدير هذه المباراة زيه زي أمين عمر. حكام كلها مميزة لكن بيبقى في بعض الاختلافات كده بتحصل بسبب مشاكل في تقنية الفي ار بسبب اللجنة السابقة ادت مفاهيم خاطئة عملت مشاكل مع الحكام. لكن بالتأكيد أنا بتكلم على الحكام وعارف مين الحكم الكويس ومين الحكم اللي مش كويس، فلما بشيد بحد أنا عارف بشيد بمين. لا حكام تستاهل ان هي تدير هذه المباريات، ولكن الاختلاف بقى عندي في نسبة هقولها دلوقتي. والفي ار في ماتش الأهلي والجيش وائل فرحان، إيه بقى الاختلاف؟ مباراة الزمالك والمصري أمين عمر وعمرو الشناوي كلنا فاكرين المباراة الشهيرة اللي اتلعبت ما بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في ملعب الجيش بالسويس أو مباراة الأهلي والداخلية آسف مباراة الأهلي والداخلية اللي اتلعبت في ملعب الجيش في السويس وكان في مشكلة على هدف تسلل مش تسلل لكريم فؤاد وكان حتى في اختلاف على الخط الأزرق الأحمر. ما علينا من التفاصيل اللي حصلت دي بس كان الخطأ اللي حصل أو التعيين اللي حصل ده عمل مشكلة بعد هذه المباراة اللي كان فيها أمين عمر وعمرو الشناوي. فبالتالي لما تيجي تختار في المباراة التي تليها مباشرة حكام أكيد لازم تغير، مش هتجيب أمين عمر وعمرو الشناوي تاني لأن كلنا شفنا الماتش اللي فات كانت فيه اختلاف في وجهات النظر وفي تفاصيل كتيرة جدا في هذه المباراة. فبالتالي لازم تغير، يا إما تغير حكم الساحة يا إما تغير حكم الفي آر. أنا مش فارق معايا مين اللي يتغير، أنا بتكلم على المبدأ في حد ذاته. فكرة إنك تقرر الحكام أيًا كانت المباريات فيها أخطاء أو ما فيهاش أخطاء ده مش صح. لازم يكون عندك تنوع في اختيار الحكام بالنسبة للمباريات، فبالتالي كان تعيين غريب جدًا إن يقرر نفس الطاقم اللي حكم ماتش الأهلي والداخلية هو اللي يدير ماتش الزمالك والمصري. دي أول نقطة.